والله على قد ما قابلنا ناس يعني في ناس كويسه ما حدش يقدر ينكر ان في ناس كويسه وفي ناس استغفر الله العظيم حتى سب الجلاله بيسبوه يعني مش مخليين حاجه معديين مرحله ما فيش منها فيهم اللي كان بيدينا حقوقنا فيهم اللي ما كانش بيدينا حقوقهم فيهم اللي كان يقول لنا بارك الله فيك بعد ما بنشتغل فيهم اللي كان بيأذينا فاهم الضغط نفسه وعصبي واوسخ الكلام ممكن يتقال وممكن يتلفظ وممكن كل تحس انك ولا ليك قيمه في اي حاجه انت اصلا مش بني ادم يعني محسوب عارف البنجلاديش والناس دي كل اي شعب هناك كان ليه قيمه الا احنا وده كلمه في واحد صاحبي الجواز بتاعه ضاع منه وهو رايح يركب راجل كبير عنده حوالي 55 سنه الجواز بتاعه ضاع طلعوا ناس عليه ما اعرفش منه تفاصيل بالظبط خدته قلت له تعالى نروح ايه قنصليه رحنا القنصليه لقينا بقى لها 3 اشهر ما بتفتحش او 4 اشهر من ساعه ما السفير اتسرق هناك اتاخد ولا ايه اللي حصل له بنكلم الراجل قال يا ابني انتوا مالكوش قيمه انتوا ما حدش هيسالكم هيسال انتوا فين ولا في حد هيعاني عنكم كان الضرب بيحصل هناك وذل ومهانه كنا نلاقي ولا اي حاجه من الاعلام عندنا كانت بتتكلم ولا اكننا موجودين كم مره انا وواحد صاحبي نتصل بالارقام اللي بتيجي على القناه الاولى والقنوات المصريه بتاعت الخارجيه دي اكبر